كمان كم إذا الشعب يقام بمعلومة برو آيا سوسو وحي حلق الواد برو كوكوكوكو حتى على مسي وحنا دونا عم بمعلومة برو آيا يكو سوي نوتا غير سن هيري هو با إذا كقرن كتشموري يد الصومالي لان مامو كقبل كتقر يكو دقمضة برو آيا الشعب يقام بمعلومة برو آيا كلاقا يبقري دبال دقني حلما نكتر سن بلاها دقان كدقمضة برو آيا يحقو يا فلنت الدولة دوس اسمان محمد الشيخ اسمان نور أودك هذا لحظة اللي تقولنا عم قال لك أفرع يا دمنا ودي وحكم إذا حصل أتن إذا تغرق الشمال وين حلو ولا إذا تغرق الشمال وين حلو ولا تمليت الشمال وين حلو ولا يا سبحانه وتعالى وحي لنا وما أنت قرب تعبنا هاي أنا نبغى الشمال الآن إلى الشمال الآن ومجالين بوحه وأحضر تيلا قد واغي كوبية سغال بحلية كوبية سغال شركين وابرعه وهو يدي سومالي لان حتى يدروا في عندهاي أرد سومالي لان وإذكرت تالينا نحي دفاع عيسى نحي تأكل عيسى نحي إذكرت كتاك عيسى إذا كسومالي لان بركرت تالينا سوما إلا فعلا ورعلا سومالي لان تكالي حتي تي هرجنزية جميلة يبورمي وينوغل لحش على برنهي وحينو ناهي حلقي لغا عوزكمي عران كتوحيد كالي سومالي لان حلقا سينو ناهي هنگر عرالوكو مدي تيو لبان يا سوتو سنه يبعسنين بوت لان لبان يا سوتو سنه سيا عيين حتي مان تينو سوو عبيين كل يتشمي مينو وينو كعلي مينا إذن كنا ما تغيرك قرق ويسكت بلايهي إسكرم تاقية تاقيرم وينو موتشينينا ما علم تلاي روبا أهلنا سوما برق برتاقنين سو تشيدة تاقي مينو سو عيدة تسخوري مينو أنا هنا واني في كوكا مينينا واني في كوكا مينينا الله أكبر الله أكبر سومالي لاران دوراتو سومالي لاران دوراتو سو عيدة كقرق سومالي لاران مكرا تاقنين سوهين يهو بورو حبنين إقريس يبا جيلي ما سعانان ما إقريس يبا جيحي إنا كنت أولد بين اللحي قبيل قبيل كنت أولي أمنهم هير 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 كنت أولي أمنهم تبتت حيثان أمنهم سومالي لاران دوراتو سومالي لاران دوراتو ما إركو حقيقة كانت مدى برعا مختار عبد الباريري يدوما تقمدى برعا عبد الرسال إبراهيم عبد الهيرو ودوما دلع الله يدوما عمد عمد برعا ayaati maamayna suweedu taageersay in ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay reer buuxo ciidanka Soomaaliland iyo qaranimada Soomaaliland iyo jiritaanka Soomaaliland buuxo waa halkii lagaga dhawaaqay intan iyo in ka badan maanta ee qaranka Soomaaliland loo sameeyo saacadahan halkan u joogno way istaashaa waxaan maanta leeyahay aqoonyahanka haweenka من قربوتك يا مسؤولين هكا مسؤولين تنوبا وحين ما انت تاقيرا ومنجر معين البطالة جمهورية الصومالية اتشيناها هرتشوغا وحين لا نعيدك اسعان مولادو هرا هو سعرو يا هاي هكو ايو يا هاي هكا ايو انهم دورت بين النهاي انهم دورت بين النهاي من هم نامو دوره من هم دم وبقى ايو إنا في قادين مينو إنا كلمات كمانين لكن واحد من مهدد بدلاء سومالي الآن يا سومالي لا حبك إلا رأي دور إلا إستاقات على كتوحيد قلق عندك وهيسان قيد الدير بدن وسعودوك لدوان بو كده شيء لا إله إلا الله محمد رسول الله وقلت الله وعلى قرن عيدا كقرن ك أي نمجع عدم بقرن كسيني دريس كوحدي هاي خير معها maalinta walaalkay la qorob uu dawlad noqonaya mushaarka dawladda siisa nidaam cashuureed baynu leenahay kaasi wuxuu waajibinayaa inuu wada ilaaliyo dhammaan dadka ee deegaanka iyo xuduudda iyo calanka ku midaysan marka koowaad arrinta gobolka sool
ay ka dhacday dhibaatooyinka iyo dagaalku waa meel ka mid ah jamhuuriyadda Soomaaliland ereyga dambe qaranka aynu isticmaalo iyo calanka aynu adeegsanayno iyo ciidanka aynu adeegsanayno intuba wuxuu ka kooban yahay midabada kala duwan iyo degmooyinka iyo gobollada kala duwan ee jamhuuriyadda Soomaaliland haddaynu Soomaaliland qodob ka dhidibnay oo aynu Soomaaliland leenahay waa inaynu horta ogaanno gobolka Sool inuu ka mid yahay Soomaaliland oog waxay u jirtaa Laascaanood 120 kilomitir Laascaanoodna xuduudka aynu sheegayna waxay u jirtaa 100 kilomitir waxaynu ognahay in dagaal ka dhacay dagaalka waxa wax ku noqday darre Soomaaliland intiina halka joogtay dareeska xidhan ee halkan joogtay iskuulada ka timi jaamacadaha kuwii ku jiray kuwii dugsiyada hoose ku dhaxay ku jiray kuwii deganaa ee sideenoo kale magaalada deganaa ayaa qaxay taa macnaheedu waxay samaysay dadkii muwaadiniinta reer Soomaaliland ID card-ka lahaa inay qayb ka mid qaxeen taa lafteedu waxay u baahan tahay inaynu ogaano inaanay jamhuuriyadda Soomaaliland reer dagaal kula jirin inaanay jamhuuriyadda Soomaaliland inaanay magac reer ku hadlaynin ee inay muwaadiniinta iyo jamhuuriyadda Soomaaliland dagaal ka dhacay oo aynu qaboojinno inay taa horta taa inaynu qabsanno waa kow talabaad ee kale Puntland iyo Soomaaliland waa laba magac oo kala jaada marna lama ogolaanin inay Puntland xuduudka Soomaaliland soo gasho haddii SSC uu dagaalaba seenay Puntland meesha keento ma ogolina ciidankeenna waynu garab taaganahay guddoomiyaha gobolka Tumeer Maxamed Cabdulaahi Ibraahim Nafaq oo dhankiisa halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay inay la qabtaan tahay isla markaasna ay muhiim tahay in si weyn loo barbaristaago ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sida wanaagsan ee qiimaha leh ee aad isugu soo baxdeen maanta shucuubtiina u muujinaysaan inay isgarab taagtaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ha noolaado ha noolaado waxaan leenahay ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland waan idin garab taagannahay haddaan lahayn gobolka Togdheer maamulkiisa shacabkiisa hablihiisa raggiisa dhammaan waan idin garab taagannahay soo maaha aad iyo aad baa u mahadsantihiin wixii meesha ka dhacayna Puntland iyo wixii allaale wixii Soomaaliland ka soo horgajeeda gacan bira ayaan wax kaga qabanaynaa xuduudkeennana waynu soo xiraynaa Soomaaliland reer maaha reer maahe waa qaran soo maaha nin laas qoraya sayrac waa Soomaaliland waa Maxamed Ibraahim British TV-ga qaranka Soomaaliland